بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مع آخر حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإخفاء. إذا ما هو الإخفاء في اللغة؟ هو الستر، وفي الإصطلاح هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدهما أحد حروف الإخفاء. إذا ما هي حروف الإخفاء؟ إذا في اللغة العربية عندنا 28 حرفا، نزيل من هذه الحروف حروف الإدغام التي رأيناها مجموعة في كلمة يرملون: الياء والراء والميم واللام والواو والنون. ثم نزيل أيضا حروف الإظهار أو الحروف الحلقية: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. ثم نزيل أيضا حرف القلب أو الإقلاب، وهو حرف الباء. إذا كل هذه الحروف والأحكام رأيناها في الدروس السابقة. إذا كم عدد هذه الحروف؟ 13 حرفا. إذا نزيلها من حروف اللغة العربية التي هي 28 حرفا، يتبقى عندنا 15 حرفا وهي حروف الإخفاء. إذا هذه الحروف مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت الشعري. إذا هذا البيت الشعري كلماته الحروف الأولى لهذه الكلمات هي حروف الإخفاء. إذا ما هو هذا البيت الشعري؟ هو صف. صف، إذا الحرف الأول هو حرف الصاد، ذا حرف الذال، ثنا حرف الثاء، كم حرف الكاف، جادة حرف الجيم، شخص حرف الشين، قد حرف القاف، سما حرف السين، دم حرف الدال، طيبا حرف الطاء، زد حرف الزاي، في حرف الفاء، تقى حرف التاء، ضع حرف الضاد، ظالما حرف الضاء. إذا هذه هي الحروف، يعني مجموعة في هذا البيت الشعري، يعني الحروف الأولى لكلمات هذا البيت الشعري هي حروف الإخفاء، عددها 15 حرفا. إذا كيف نطبق الإخفاء؟ إذا جاءت النون الساكنة والتنوين بعدها حرف من حروف الإخفاء 15 التي ذكرنا، فإننا نخفي النون الساكنة والتنوين بغنة، وهذه الغنة تكون حقيقية وكاملة. إذن لا علاقة للسان بالغنة، ولا نشدد حرف الإخفاء. إذن هيا بنا نطبق حكم الإخفاء. إذن المثالين الأولين حرف مستعلي وحرف مستفيل. من طين، إذن عندنا نون ساكنة بعدها حرف طاء، إذن طاء من حروف الإخفاء وأيضا من الحروف المستعلية، من خص ضغط قيظ. إذا الغنة ستكون أيضا مستعلية تبعا للحرف المستعلي وهو حرف الطاء. إذا لا نستعمل اللسان في الغنة ولا نشدد حرف الطاء. من طين، من طين، الغنة مستعلية. إذا قلت لكم لا علاقة للسان بالغنة. إذن مع حرف مستفيل، من تراب، من، إذن نون ساكنة بعدها حرف التاء، وحرف التاء من حروف الإخفاء وهو حرف مستفيل. إذن الغنة أيضا ستكون مستفيلة تبعا لحرف التاء المستفيل. من تراب، من تراب. إذن وهذا يلزمه تدريب. إذن الغنة مستعلية تبعا للحرف المستعلي، ومستفيلة تبعا للحرف المستفيل، وقد رأينا هذا في درس سابق. إذا مثال آخر، من صلصال. إذا النون الساكنة جاء بعدها حرف الصاد، وهو من حروف الإخفاء وأيضا من الحروف المستعلية، خص ضغط قيظ. إذا كيف ستكون الغنة مستعلية؟ من صلصال، من صلصال،
إذا مثال مع الحرف المستفيل حرف السين. مكان سحيق، إذا مكان سحيق. إذا عندنا النون، عندنا التنوين اللي هو عبارة عن نون ساكنة تلفظ ولا تكتب، حرف السين إذا من حروف الاستفال وأيضا من حروف الإخفاء. إذا كيف ستكون الغنة مستفيلة؟ مكان سحيق، مكان سحيق. إذا نطق من صلصال، الغنة مستعلية. مكان سحيق، غنة مستفيلة. إذا مثال آخر، حرف مستعلي وحرف مستفيل. من ظهير، إذا عندنا النون الساكنة بعد حرف الضاء، حرف الضاء من حروف الإخفاء وأيضا من الحروف المستعلية، خصت ضغط القيظ. إذا الغنة مستعلية أيضا. من ظهير، من ظهير. إذا مع الحرف المستفيل، من ذا الذي، من، إذا النون الساكنة بعدها حرف الذال، الغنة ستكون مستفيلة لأنه حرف مستفيل. من ذا الذي، من ذا الذي. إذا حاولوا تطبقوا الغنة مع الحروف المستعلية والحروف المستفيلة، وتدربوا على أنكم تخرجوها مستعلية مع الحروف المستعلية ومستفيلة مع الحروف المستفيلة.